مبروك. فوز صعب. مباراة صعبة جامدة وهارد لك لفرقة سيراميكا بصراحة. قدوا مباراة 10 على 10 يعني. بس هم خارج نطاق الخدمة من بعد الطرد. أي فريق كده في الدنيا يلعب 10 وتلعب مع النادي الأهلي، والنادي الأهلي بيعمل تغييرات 4-5 تغييرات، فسكواد تاني خالص بينزل الملعب، حيوية جديدة، انتشار جديد، تعامل مع لعيبة ليس لها أي شكل كانت في ال 70 دقيقة الأولانية. خلاص أنت بتتغير بقى، بتقابل ناس نازلة بمفهوم جديد، برغبة جديدة، بدوافع جديدة، بحالة بدنية جديدة جدا، وصعب عليك أنك أنت تفضل مع فرقة زي سيراميكا خارجة من مباراة بيراميدز وبتقابل النادي الأهلي النهاردة. مباراتين حقيقة في قمة الأداء وقمة التزام التاكتيكس بتاعه. بحي المفهوم بتاع مدرب سيراميكا أيمن عبد الله، وبحيي الراجل اللي اسمه محمود عبد الحفيظ. لعيب ما شاء الله، لعيب متحرك وعنده حيويه وعنده كل حاجه، نجوم المباراه فعلا. وكندوسي برضو فاجئنا بتحرك جيد وباحراز هدف صعب جدا يعني، ما يحرزوش الا اذا كان لعيب جيد، لعيب عنده البيزك بتاعه، عنده اساسيات لعبه كره قدم، وخاصه في رجله الشمال يعني اللي بيستخدمها كويس قوي. وده مش اول جون يجيبه على فكره يعني، لسه لا جايب جول قبل المباراه دي على طول. فهارد لك لسيراميكا، وبتمنى لهم توفيق في الفتره اللي جايه. وبالنسبه للنادي الاهلي، دايما احنا عندنا حكايه التغييرات المتاخره، دايما عندنا لاعبين بتجيلهم الفرص الكتيره قوي، بيسمح لهم مستر كولر بالدخول جوه الجيم وبالدخول جوه الفريق، وهم ما يعني ده عايزين يقولوا لنا هو ده احنا يعني، ده ادائنا، ما حدش يعاقهم يعني، ده الاداء بتاعي انا اللي انا هلعب بيه، هو ده الكره اللي عندي. احيانا هتاخد مني كوره، احيانا انا ببقى بعيد عشان اخش انفورم تاني باخد وقت. ف عندنا نجاحات حصلت النهارده في الشوط الاولاني في التشكيل يعني، شفت طاهر انا وبيرستاو في اول هاف تايم عاملين حاله وجود للكره اللي احنا بنلعبها الطويله على الاقل. بيرستاو كان متحرك بشكل غير عادي جوه، وليه اتنين ضربتين جزاء لو يقع فيهم بيضربوه وبيلعبوا عليه داشنج، لو هو عرف يستغل لعبتنا ما بتعرفش يستغل الفرص دي، انك انت لما حد يشترك معاك في منطقه الجزاء ادام الكره بتاعتك لو اتلمست تبقى ضربه جزاء، لو اتلمست فقط، وده قانون بيقول كده. ف حاجات كتير النهارده جت في مصلحتنا، الطرد طبعا نمره واحد، طبعا فرقه بتعرف تعمل تنقل نص ملعبها، هي المتحكم في كل شيء، نص ملعبك انت النهارده كل الباصات مقطوعه، التفكير بطيء، بناء الهجمه بطيء، حتى بالزهق. لا انا بص عايز اقول لك حاجه، انا شفت محمد عبد المنعم النهارده وهو في الملعب زهقان من تصرفات واخطاء ملهاش لازمه يعني، بدل ما انت بتبقى بتطلع بالفرقه كلها عشان تبقى في الناحيه الثانيه تبص تلاقي كره تتقطع ترد تاني وتعمل مردود تاني مش في الحسبان. انا من رايي جود لك جدا لفرقه النادي الاهلي النهارده، اي نعم بيلعبوا لاخر دقيقه بحماس وبكل حاجه، ولكن مستر كولر لازم تعرف ان حسين الشحات راجل مهم جدا، قفشة زي ما انت شايف بيعمل فرق كبير، مش عشان جاب الجول يعني، ولكن لعيب كوره بيعمل الباص، بيقدر يخش يبقى نمره 10، يبقى تحت الفراوده، عنده حاجات كتير جدا تملك مستر كولر لعيبه سكواد، وانت عندها حلول وانت اسلوبك بالشواهد يعني. انت النهارده شفت ناس ادوا لك كوره وناس بعيده، خلاص اشتغل بالشواهد اللي عندك وبالايجابيات وبالناس. المباراه الجايه على طول يعني، دخل الناس انفورم، ما تدخلش، ما تبعدش الناس عن الملعب، وعندك لعيبه مش يعني تعبانه لسه بدنيا في اي حاجه، خلاص سيبهم يجوا مع التمرينات مع الاشتراك المتوسط حاجات كده. ما اقدرش اقول ان المقوله الشهيره غير مباراه تكسب ولا تلعب، دي المباراه احنا كسبناها والافضل هو اللي خسر. لا مش الافضل، هو احنا بعد الدقيقه 68 احنا مسيطرين على احداث المباراه، هو يمكن سيراميكا كليوباترا بعد الطرد ما عداش نص الملعب. ايمن لو ما قلناش كده احنا، لا لا بالعكس، عايز اقول لك حاجه، انت بعد الطرد تبقى زمام الامور بقت في ايدك معاك. في ايدك، ودي حاله، ما انت ياما بيطرد منك
وبس انت كواليتي تاني، انت بترجع بتبقى مغلوب 2-0 ومطلوب منك واحد وبتتعادل لانك انت النادي الاهلي. فاحنا حتى النهارده واحنا خارجين لو تعادلنا مش هنبقى متضايقين، لان احنا ما لا لا نقطتين ما ما نقطتين يروحوا، بس انت ما قدمتش في صراع على لا انت ما قدمتش اللي انت تبكي عليه، او ما قدمتش اللي انت تستحقه. انت النهارده من 3-4 كور تقدر تجيب منهم جول ما جاتش، واحده بتاع الطاهر اللي هي قبل الجول يجي فيك على طول، ده انفراد. يعني انت خلقت فرص ورحت على الجول وكان في فرص مهدره، ده وضع طبيعي عادي. يعني انت برضو في المباراه معاك يا ايمن في كل، بص معاك في كل مفاهيم ومعاك في كل حاجه، وكره القدم فيها كل شيء وكل حاجه، بس احنا شكلا احنا النهارده واحنا واقفين على رجلينا مش انت زمام الامور، مش انت اللي اتخطفت جول مثلا، لا دي فرقه معاك بتلعبك عامله زي البينج بونج، ند تك 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 تك. يعني ما شفناش فرقه حاولت معانا، ولا سان داونز كان معانا بهذا الشكل، هو على طول موجود عندك وعلى طول بيهدد وعلى طول ما عندوش التنفيذ الجيد في احراز الهدف، واصعب واحده هي اللي دخلت. صح. انت بيجي لك فرص اي نعم في المباراه تقضي المباراه. هو احنا في الهاف تايم الاولاني قلنا ايه؟ الحمد لله محتاجين تغيير. محتاجين ايه؟ تغييرات وايه تاني؟ وجول كمان. بالظبط. خلاص عشان نقتل ده ماتش ملاكمه يا بلال. صح. بوم. صح. ده انت بتلعب ماتش ملاكمه دلوقتي، تروح زنقه في مخلص الماتش 2-0 يبقى يجيب الجون بقى 2-1 زي المباراه اللي قبلها. ضرب الجزاء ملاش اي لازمه، جت في ايد ديانج، بقينا خرجنا كام؟ 2-1. انما لو كناش جبنا الجون الثاني في ماتش المقاولين كان هيحصل ايه؟ 1-1. لا بس هو ملعب المقاولين بتاع 2-1 المباراه الثانيه على التوالي. هو ما بيحبش 2-1 هو ما بيحبش ملعب المقاولين كمان، يعني بيبقى احنا كلنا الارضيه بالتراك اللي واقع اللي تحت ده، ما اعرفش ايه. انت وانت بتلعب انا كنت وينج ليفت، كنت باجي اجري حاسس ان الدنيا هويه من ورا تحت، لو اتقلبت ممكن اتعور او اي حاجه. صحيح. ف جود لك، ونشوف الايجابيات اللي النهارده نستغلها في المباراه الجايه ان شاء الله. كابتن